اصحى بقى بلاش عندي يا اخي. انا بقى صاحي يا بابا. برافو يا حبيبتي. ما يلا يا حماده تصحى بقى يا اخي. مش معقول كده، كل يوم مدرسه مدرسه، انا تعبان. ليه بقى يا اخويا تعبان ليه؟ عندك ايه؟ يلا يا واد يلا بلاش كسل. ايوه يا اخويا يلا بلاش كسل، خليك ناشط كده زي امك. يا اختي على الجمال يا اختي. يلا يا ولد خد البس المريال. بطل دلع، انا فاهمه حركاتك كويس، والنبي هتروح المدرسه لما تعمل ايه؟ انا دماغي بتوجعني يا ماما. النبي لما تشرب الشاي هتخف. بيت يا سلمى. لا لا ما. بعد ما تخلصي لبسي اخوك المريال. حاضر. يلا. خلاص انت حر، خليك تتأخر على المدرسة. أتأخر مالكيش دعوة. قول القاهرة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. مالك يا صفاء؟ بصي لي أوي كده ليه؟ بالسلامة زي ما تقولي بتشوفيني لأول مرة. لابسين ومتأنتكين وعلى سنجة 10، إيه المناسبة؟ المناسبة إن أنا رايح أقابل الأستاذ المشرف على الرسالة بتاعتي. سيب أكل العيال، أكلك أهو. ما كلش من ده ليه يعني؟ ده أكل العيال. وإيه الفرق يعني؟ كل من ده. مرة الفرق يعني. صاحبتك السلام. مش ناوي تشتري مادة دي مرة كويسة. ملهاش. بس احنا من يوم ما اتجوزنا وانت ما غيرتهاش. زمانها اشتكت. هي كانت اشتكت لك؟ وبعدين دي شكليات. قيمة الإنسان في عقله مش في هدومه. التخلف اللي احنا عايشين فيه ده. بابا الجواب ده من المدرسة. يعني؟ في ايه الجواب ده؟ هو لسه فتحته. الله بسألك رد علي. أبدا يا ستي، ناويين يا ابني فصول جديدة في المدرسة وطالبين تبرعات من مجلس الآباء. إيه شغل الشحاتة ده؟ وإحنا من؟ إحنا مالنا إزاي بس؟ إحنا مش ولادنا بنتعلم في المدرسة دي وبيتعلموا فيها ببلاش كمان. فصول جديدة معناها إن فرصة لأولاد زي ولادنا إنهم يتعلموا في ظروف أحسن. طب أقفل. يلا يلا بلاش عشان تخرج. يلا يلا حط لك السندوتشات في الشنطة، هطلب بونبوني وشوكولاته، اوعى حد ياكلهم مني. يلا سلام عليك. مش هتديني بوسه قبل ما تخرج؟ صباح الخير يا جماعه. صباح النور. صباح الخير. اسمعوا الخبر ده يا جماعه. تاجر هلال بالساحل يستولي على 6 مليون جنيه قيمه خلوات رجل ويتمكن من الهرب للخارج. معقول اللي بيحصل ده؟ معقول اه مش معقول. ايه؟ راجل نصاب ومعدوم الضمير. وزي ما الدنيا فيها ناس طيبين في ناس كمان اشرار. لكن في النهايه الحق والخير هما اللي بيسقوا. انت طول عمرك كده دايما متفائل. يا بختك. موتك يا بيه. شكرا. عفوا. ده رئيس محمود. احنا سمعنا يا عم انك كنت في بورسعيد ووضحت شويه حاجات تانيه. ما اتفرجنا يا سيدي ولا احنا يعني مش قد المقام؟ بالعفو يا بيه، بس عدم المؤاخذه البضاعه دي جات لي دلوقتي تمام حراق قوي كده. طب شيل الشاي ده بقى وهات لي قهوه. أمرك يا بيه. بيه ايه بقى؟ ده انت اللي بيه. كنت انا موضوع على الحكايه وخلاص. صباح الخير يا فندم. اهلا. اتفضل. ده بقى يا سيدي اللي كنت بكلمك عنه من شويه. من اكفى الباحثين عندنا في الوزاره. وبيحضر لرساله الدكتوراه. الدكتور احمد مرداش. من علمائنا في الجيولوجي. فرصه يا ترى ايه موضوع الرساله؟
هي باختصار شديد عن كميات المياه الجوفية اللي موجودة تحت الوادي الجديد، وازاي ممكن نستغلها لتحويل الصحاري الى اراضي صالحة للزراعة. موضوع جديد ممكن يكون له اثار عظيمة. انا قريت الجزء اللي انت قدمته لي من الرسالة بتاعتك، هو ممتاز بس ناقص دعمه ببعض الرسومات البيانية. ازاي يعني؟ مثلا انت بتقول ان النيل كان موجود في الواحات من الاف السنين، فلازم تدعم ده بالخرائط. يلا شد حيلك، عايزين نقول لك قريب يا دكتور. ان شاء الله يا فندم هكون عند حسن ظنك فيه. انا واثق من كده. انت جيت؟ اهلا. حظك حلو، الغدا جاهز. ايه يلا، امال فين الولاد؟ مش سامع صوتهم يعني. جوه في الاوضه بيحلوا الواجب. ايه بيحلوا الواجب؟ ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ انا قلت لهم الشرط نور، عايزين تخرجوا معايا خشوا حلوا واجب المدرسه. اخرجوا معاكي؟ ليه؟ هو احنا لسه هنخرج تاني؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. موسم اجازات المدرسين انتهى، ومها اختي رجعت من السفر امبارح. طيب نروح لهم بكره ولازم نروح لهم النهارده يعني، على الاقل نسيب الناس تستريح شويه. معقول بقى الناس الغرب يروحوا لها واحنا نبقى اخر الناس؟ دي اختي الوحيده يا حبيبي. اسمع، انا هخش البس العيال عقبال انت ما تخلص اكل. ها هوا، ربنا يخليك ليا. اهلا وسهلا على سلامتكم. يا ترى الرحله كانت مريحه؟ اسال ممدوح. كانت مريحه لغايه لما دخلنا المطار، وبعد كده عينك ما تشوف الا النور. ايه ما لقيتوش تاكسي انتوا كمان؟ يا ريت جت على التاكسي. الجمارك، اجراءات معقده، 100 سؤال، معاك اجهزه كهربائيه، معاك مش عارف ايه، معاك بدرك، حاجات غريبه. طب وماله؟ ما ده شيء طبيعي. بقى الناس مسافرين وشقيانين وراجعين بتحويشه العمر، تيجي الجمارك تقطم وسطهم. انا مش عارف افهم مالك ازاي يا صفاء، ما تقول لها انت يا ممدوح. مش عايز افهم حاجه يا اخويا. مه تعالي عايزاكي في كلمتين. هات الشاي في ايدك. يلا يلا. طب ما تتاخريش يا صفاء عشان يا دوبك تلاقي حاجه نروح بيها. سلوى خدي اخوكي على اوضه النوم عادي. حاضر. على مهلك، على مهلك، ما تلزقوش كده. ممكن افهم بقى ايه اللي انت مشيلهولي على قلبي طول السكه ده؟ مفاجأة. وده ايه ده؟ فوت بروسيسة. نعم يا اختي، يعني مطبخ كامل. بص شوف. وده ايه لزومه ده يا صفاء؟ من كتر يعني الولايم والافراح اللي احنا بنعملها، انت ازاي تعملي حاجه بالشكل ده؟ ما تخافش، ما هقلكي على اقل من مهلك في الفلوس. فلوس؟ وده ثمنه كام ده؟ مش غالي، 200 دولار بس. انت اتجننتي؟ انت ازاي تعملي حاجه بالشكل ده؟ يعني خلاص مشاكلنا كلها اتحلت، ما كانش ناقصنا غير البتاع ده. على مهلك، انت هتقلبها نكد ولا ايه؟ حاجه وكان نفسي فيها. خلاص بقى والنبي ما تزعل، ما تزعلش، حقك علي. مش هتنام؟ مش دلوقتي. طب انا بقى هنام، تصبح على خير.
زعلان مني؟ مش زعلان ولا حاجة، بس بقى سيبيني أنام. يبقى لسه زعلان. أوه ما قلتلك مش زعلان ولا حاجة. طب عيني في عينك. أهو عشان ما تروحش المدرسة، إنما دلوقتي بقى إيه اللي تعبك؟ أنا ماليش دعوة، أنا عايز ماما، أنا عايز ماما. عايز ماما؟ طيب، اتفضلي روحي له يا أختي. مش هتأخر. أنا مش عارف أشكر سعادتك إزاي. متشكر قوي. باركولي يا إخوانا، باركولي. أخيراً وبعد صبر سنين أخدت منحة رسالة الدكتوراه في أمريكا، أمريكا. ألف مبروك يا مدحت. ويا ترى ناوي تسافر امتى؟ يا سيدي كلها 10 ايام اكون انتهيت فيها بتجهيز الاوراق واللازم منه، واخيرا فوق السحاب على بلاد الاحلام. طب ولما ترجع من الاحلام بتاعتك دي بقى، ناوي تكمل معانا هنا في الوزاره ولا هتدرس في الجامعه؟ في الحقيقه مش ناوي على اي حاجه من اللي بتقولها دي. مش فاهم يا عزيزي. فرصه وجات لغايه عندك تتعلم وتعيش في بلاد الفرنجة بكل ما فيها من امتيازات، تقوم تسيبها وترجع تاني؟ معقول؟ معقول تكون بتفكر بالطريقة دي؟ لا لا مش ممكن، انت اكيد بتهزر. ليه معقول ليه وبهزر ليه؟ انا غلطان يعني؟ طبعا غلطان. ده لو كل واحد فكر بالطريقة بتاعتك دي كانت بقت مصيبة. حق بلدك عليك انك تسدد الدين اللي عليك، لبلدك اللي علمتك وصرفت عليك الالوف. من حق بلدك انها تستفيد منك. انت عارف ان العلم ملوش وطن، وهناك هما بيقدروا الكلام ده كويس وبيدفعوا لكل واحد حسب قيمته. قيمتك الحقيقيه هنا مدحت مهما بلغ بيك من نجاح هتفضل طول عمرك غريب، وعمرهم ما هيبصوا لك على انك من اصحاب البلد الحقيقيين. تليفون عشان علشان انا؟ ايوه. هتفضل طول عمرك مواطن درجه ثانيه. الو؟ ايوه صفاء. طب بس هدي نفسك هدي نفسك، انا جاي لك على طول مسافه السكه. طيب خير؟ في حاجه؟ الولد جابوه من المدرسه تعبان قوي. خير ان شاء الله. تحب حد مني يجي معاك؟ لا متشكر. يا دكتور طمني، قول اي حاجه. الولد ماله؟ الحقني. في يا صباح حماده. أنا أنصح إن الولد يفحصوا أخصائي في جراحة الأعصاب والمخ. يا لهوي حمادة. مالك يا حمادة؟ تعبان يا بابا، دماغي بتوجعني. طيب يا حبيبي هاخدك للدكتور، هتبقى كويس أوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مستعجل ولا عادة يا فندم؟ مستعجل 30 جنيه والعادة 20. تلاقى. طيب. طب نمرة 10. شكرا. في ايه يعملوا يعني؟ ما تروح تغمزه بجنيه ولا بحاجه؟ تاني؟ ما كلهم كام جنيه؟ الواد تعبان. ارجع
عملت ايه؟ خلاص اديت الجنيه. خلينا مش عرفت بقى. نمرة 10 اتفضل. دلوقتي انا عاوز افهم حاجة. ايوه. انا بقالي 5 ساعات قاعد في مكاني والناس دولت لسه داخلين، افهم بقى ازاي يخش قبل مني؟ لانهم قاطعين مستعجل. هو المرض كمان فيه قاطعين؟ هو احنا في قطر؟ يا استاذ الدكتور بتاعنا ما بيحبش الشوشرة، لو سمحت تقعد مكاني. انا لا هقعد ولا هقوم، انا نازل المحطة دي. سلام عليكم. بالسلام. ليش يا صفاء؟ إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. أنا حاسة إن الحكاية مش سهلة. الولد عنده كيس مع مخ. والعمل يا دكتور؟ لازم نعمل عملية عشان نصفي الكيس أو نستأصله. اللي تشوفوا حضرتك يا دكتور احنا مساعدين نعمله. انا تحت امركم. ادي كارت باسامي المستشفيات اللي بقوم فيها بالعمليات بتاعتي. ودي بتكلف كام يا دكتور؟ اتعب لي 1500 جنيه ده غير المستشفى. قدرت توصل لحاجة؟ صعب. هو ايه اللي صعب؟ لفيت على كل المستشفيات اللي قال عليهم الدكتور. المستشفى الواحدة على الأقل السرير بيكلف فيها 100 جنيه في غير مصاريف العلاج وخلافه. والولد محتاج 15 يوم في المستشفى بعد العملية. يعني ايه؟ هنسيب الواد يروح من ايدينا؟ ما تشيلش يا هاني، انا تحت امرك في اي طلب. متشكر قوي يا ممدوح، كفايه تعبناك معانا. ما تعملش تكليف بينا، ده احنا اهل. انا قابلت واحد صاحبي ابوه دكتور في القصر، اداني جواب توصيه هروح لهم بيه بكره الصبح. ويهون عليك ابنك ترميه هناك؟ جرالك ايه يا صفاء؟ هم العينين اللي هناك دول مش بني ادمين زينا؟ يا
الست الحكيمه فين؟ تاني اوضه على ايدك اليمين. يا عزيزه الحرم بتاعت عمرو نمره 6 بتروح فين؟ انت بتشربيها؟ صباح الخير. نعم. عايزين دم. دم ازاي يعني؟ عايزين نص رتل من حضرتك، من اي مرافق للعيال، النظام عندنا كده، هو احنا هنشربه ولا ايه؟ حاضر بس فين؟ يلا يا استاذه تلحلى اعمل لك همه، لان ما بنقبلش حالات من بعد الساعه 12. هي الحاله اللي معاك فين؟ بره. يلا يا عزيزة روحي وريهم العنبر نمرة 6 يلا. انا مش هقعد هنا ولا دقيقه واحده. اهدي بس يا صفاء. ما اهداش ابني هيروح مني حرام عليك. صفاء
شطران يا حق. يلا بينا. بس ما لسه صرع ده. مح لم الفوطه والبيجامه وهاتف. اوعي تنسى الكيس. واسمع تعليمات الدكتور فاهم عشان تبقى كويس ان شاء الله. تصبح على خير. الحمد لله ربنا ستر. المهم دلوقتي ان الولد يبقى كويس. انا خايفه الحاجة تتعب تاني. شيل الخزعبلات دي من دماغك. الولد دلوقتي محتاج لكل رعاية منك. قولي احنا فاضل معانا فلوس قد ايه؟ ما افتكرش فاضل معايا كتير من السلفة اللي انا قدمت عليها. عادي كل اللي فاضل 50 جنيه. 50 جنيه فاضل معايا 30 جنيه من حق الاسوره يدوبك يكفوا علاج الولد. بقول لك ايه، انا مش هقدر اطلب فلوس تاني من معهد ممدوح. كفايه اللي خدناه. عندك حق. انا تعبت قوي. خد شاي دلوقتي استريح، وبكره الصبح يحلها الف حلال. صباح الخير. صباح النور. ما هنش عليا اسافر من غير ما اودعك. خلاص يا سيدي، نويت على السفر؟ خلاص كلها 24 ساعة وأكون فوق السحاب. طيب يبقى افتكرنا وأنت هناك. ماشي. ما تنساش بقى تبعت الصور، بس ما تكونش لوحدك، أنت فاهم؟ ألف سلامة. ألف سلامة. طول عمرك شاهد يا مدحت.
مش مسألة شهامة ولا حاجة، احنا اخوات، اعتبرهم سلفة. لما احتاج هبعت لك. توعدني؟ اوعدك. طيب اشوف وشك بخير. هتوحشني يا مدى، حقيقي هتوحشني. فكر كويس في الكلام اللي قلته لك. لسه برضه عند رايك، لازم ترجع تاني يا مدحت، لازم. السلام عليكم. على فكرة الشامبو اللي خدته منك المرة اللي فاتت ما طلعش كويس خالص، قصف لي شعر. النوع ده كويس جدا، حاجه سريحة عليه. والله؟ طب اخبار بفانات عندك؟ سمحت بالنبي. في حاجة جديدة انما هدية. والله بكام؟ ب 25 جنيه. ما عندكش حاجة أغلى؟ أنا مستعجلة والنبي. العلاج ده لمدة أسبوع. وحضرتك تبقى تعدى علينا ان الدواء ناقص ويكون وصل. كام؟ 25 جنيه يا فندم. عايزه 5 جنيه. طيب يا فندم تحت امرك. هبقى اعدي عليك بعدين. طيب يا فندم تحت امرك. صفاء، ازيك يا صفاء؟ لا مش فاكراني. سهير محمود، مدرسة تجارة، تالتة تاني. ازيك يا صفاء؟ كويسة؟ الحمد لله. قولي لي، بتشوفيش حد من الشلة؟ شلة ايه؟ شلة البنات اللي كانوا معانا. الحمد لله ما بشوفش حد. مروحة يلا وصلت. تعالي وصليني، تعالي بس. لا بشتغل عليه. طبعا عربيتي يا ستي. ها وانتي اخبارك ايه؟ لسه بتحبي جوزك؟ اوي يا سيدي، انسان عظيم. طبعا يا ستي، ما انتوا اتجوزتوا عن حب. فاكره يا صفاء اما كنت في المدرسه بتقري لنا الجوابات اللي بعتها لك؟ عندك اولاد؟ حماده وسلمى. ايه مالك يا صفاء، في حاجة؟ ابني، ابني يا سوينا، ابني تعبان قوي. ربنا يطمنك عليه. وانت بتشتغلي ايه دلوقتي؟ ما بشتغلش، قاعدة في البيت. دي معقولة يا صفاء ما تشتغليش؟ هو في حد اليومين دول ما بيشتغلش؟ يا بنتي الحياة صعبة، قولي لوحدها ما تسقفش. وانا معلوماتي ان جوزك موظف، ومش كده برضو؟ ايوه، بس انا هشتغل ايه؟ ده انا يا دوبك خدت دبلومة تجارة واتجوزت، وحتى لو اشتغلت هشتغل بكام؟ يوه ده الشغل كتير، بس اللي يدور ده البلد مليانه شركات ومكاتب وبنوك. بس انا ما اعرفش حد. ما تشيليش هم الحكايه دي، خليها عليا. انا ليا خال عنده شركه استيراد تصدير، هقدر اوظفك عنده. صحيح يا سهير؟ بصي كارتي ده في عنوان الشركه واسمها، هستناكي هناك بكره الساعه 10، اوكي؟ شركة كبيرة قوي. شغل؟ ليه؟ هو انت ناوية تشتغلي؟
وماله يا حبيبي؟ على الاقل نساعد بعض. ليه؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ انت واخد الموضوع بحساسيه كده ليه؟ فيها ايه لما اشتغل واساعدك؟ ما انت من يوم ما اتجوزنا وانت اللي بتتعب وبتشقى عشاننا، والحياه بقت صعبه يا حبيبي. ايوه عندك حق، الحياه بقت صعبه فعلا، لكن الولاد محتاجين لك جنبيهم. الولاد كبروا ومشاكلهم كبرت معاهم، واديك شفت بنفسك الازمه اللي احنا تعرضنا لها. انا مش عارفه من غير مها وممدوح كنا عملنا ايه، والفلوس اللي علينا مش لازم نردها لهم؟ عشان خاطري يا حبيبي وافق. اسكتي عبال ما عرفت العنوان. بلغ سمير بينا، انا عايزه اقابله. العنوان انا، العنوان سهل جدا، انت اللي باينه عليكي بلبخ. يا اختي اسكتي. انت عارفه وش اللي ايه مالك؟ شكلك قلقان، خايفه؟ هخاف من ايه؟ ايوه يا عفت بيه، اطمئن، زي ما وعدت سعادتك بالظبط، البضاعه هتوصلك في ميعادها مظبوط. ده كلام يا راجل، اعوذ بالله يا راجل، احنا بنتعامل بكلمه الشرف. ايوه، لا لا لا، اطمئن، مع الف سلامه، مع السلامه. اهلا اهلا وسهلا، سيدة هانم كلمتني عنك كتير، ربنا يوفق ان شاء الله ويكون لك نصيب معانا ان شاء الله. وانت يا سازكا بقى لي مده كبيره قوي ما شفتكيش. مشارك اكرهها بشده. هي ايه دي اللي بتكرهها يا سمير بيه؟ كل مشارك اللي تبعدك عني. أنا ما استغربيش يا مدام، أصل سوسكا تربطني بيها صداقة قديمة قوية متينة. على فكرة يا صفاء، سمير بيه في مكانة خالي بالظبط. مدام صفاء دبلوم تجارة برضو؟ أيوة يا فندم. صفاء كانت أشطر واحدة في المحاسبة في المدرسة. لا 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 لا، أنا مش عايز أتعبها، مدام صفاء عندها مؤهلات أهم بكتير قوي من حسابات. اصل انا في الواقع محتاج سكرتيرة، واضح ان مدام صفاء شكلها مقبول وعندها شخصية، انا محتاج واحدة بالمواصفات دي. قلت ايه يا مدام؟ اللي تشوفه سيادتك. اما بخصوص المرتب، نقول مبدئيا كده 300 جنيه، معقول؟ معقول جدا يا فندم. خلاص اتفقنا، من بكرة ان شاء الله تقدر تستلم الشغل. مبروك. شكرا قوي يا فندم. العفو. ميرسي قوي يا سمير بيه. وليه الرسميات دي؟ ما تقول على طول يا خالي. انا اسف شباب. باي باي. السلام. مع الف سلامة. مع الف سلامة. على فكرة يا جماعة، مدحت بعد بيسلم عليكم واحد واحد وبيقول لكم انكم وحشتوه. والله يكفي الخير، هو لسه فاكرنا؟ وبعت لك سلام خصوصي. خد يابا كام سطر دول ليك. أعود كل يوم إلى البيت بعد انتهاء الدراسة في الجامعة،
لمشاهدة التلفزيون وسماع الراديو وترتيب أوضاع الصور على الحائط والكتب، وأحيانا أخرى أكلم نفسي في المرآة، وفي معظم الليالي يكلمني في التليفون صديقي أشرف الذي يسكن في مدينة أخرى، فيشكو لي أحواله وأشكو له أحوالي. مش هتنام؟ هشتغل شوية، لازم أخلص الجزء الثاني من الرسالة. مالك؟ شكلك متضايق ليه؟ فعلا متضايق. صاحبي مدحت بعتلي كارت، باين عليه تعبان. يا أخويا ده مش وش نعمة. أنا قايمة نام، عندي شغل بكرة. يعني هتنام؟ مش بتقول عندك شغل؟ تعبان، تعبان شوية. مالك؟ في ايه؟ الموضوع مش موضوع صاحبك. انا عارفة انت متضايق ليه. متضايق ليه يا صفاء؟ من موضوع الشغل. بصراحة ايوه، البيت والولاد محتاجين لك. طب ليه؟ دي فرصة، مرتب كبير وهو برضو أساعدك، ما هو انت مش قادر على مصاريف البيت لوحدك. طب نامي نامي. عشان تقوم بإجراءات الإفراج عن 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 عن, عن, عن الرسالة اللي دخلت لمعلبات الأنشوك. حاضر. شكرا أوي. أستاذ محمود. أفندم. أستاذ محمود، بعد إذن حضرتك الورق دون ترفقه بملف القضية اللي إحنا رافعينها على مصلحة جمالك. ماشي. ما شاء الله، الواحد يمسك خشب. انت استوعبت الشغل بسرعة. مش قوي كده، انا حاسة اني لسه تايهة. بعد اذنك. الله يرضيك. على اذنكم. اتفضلي. صباح الخير. حضرتك طلبتني؟ ها؟ افتكرت. انا كنت عايز اطمن. ايه اخبار الشغل معاك؟ الحمد لله يا فندم، المهم ان اكون عند حسن ظن سعادتك. معلش، هو في الاول كده لازم تكوني مرتبكه شويه، لكن كلها يوم ولا اتنين ومسائل تبقى عاديه جدا بالنسبه لك. انا اللي مطمني ان انت ذكيه ولماحه. متشكره قوي يا فندم. اي خدمه تانيه؟ خد يا صفاء، ده مبلغ بسيط يمكن تكوني محتاجاه له، تجيبي شوية فساتين كده ولا حاجة. أيوة يا فندم، بس يا ستي اعتبريهم سلف. امسكي بس، ونبقى نقسم من مرتبك كل شهر جزء لغاية ما تسدديهم. اسمعي يا صفاء، المصدر في شغلتنا دي مهم جدا، احنا بنقابل شخصيات مهمة، في إيدها تمشي شغلنا أو تعطله، فلازم نظهر قصادهم بمظهر كويس جدا. واضح؟ واضح يا فندم، عن إذنك. تفضل.
اتاخرت اكتر من كده حبيبي انا هنزل اجيب لكم اكل بنفسي. اشتريت شوية حاجات وبعدين رحت على الكوافير قصيت شعري والنبي مش كده حلو؟ اسمعي بقى، ما هي الطريقة دي مش هتنفع. وهو أنا بعمل ده كله عشان مين؟ ما هو عشانك وعشان البيت والعيال. هو حد كان طلب منك تعملي حاجة؟ طب ونعيش ازاي؟ ما احنا كنا عايشين كويس أوي. لا ما كناش عايشين، في حاجات كتير أوي 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 ناقصانا. حاجات كتير أوي 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 زي إيه يعني؟ حاجات كتير أوي، العيال مثلا ليه ما يتعلموش في أحسن مدارس زي بقية العيال؟ على الأقل يضمن لهم مستقبلهم. المدرسة يا ست هانم هي البيت والأم، عظماء البلد كلهم اتعلموا في كتاتيب. عمرك سمعت إن طه حسين اتعلم في الفرير؟ ولا العقاد متخرج من كليس دلسال؟ يعني ما قلت ليش مبسوط من السكرتيرة الجديدة؟ مش بطالة، بس لسه ما تعودتش على الشغل. تعرفي أنا خسرت كاسوير بجد. أنت وحشتيني وحشتيني قوي سسكا. من غير لف ولا دوران، عاوز إيه بالظبط؟ أبدا، مشوار صغير من بتوع زمان. حديك 2000 جنيه في 3 أيام ماشي؟ لا يا عم، انا مش مستعدة اقضي بقية عمري في السجن. انت مشاويرك دي تودي في داهية، بس انت عارف لو اي حاجة تانية انا تحت امرك. انا لسه بقى في المسجد كده. طيب
طب اسمع، عندي موضوع تاني في السليم قوي. في شركة اعلنت عن حاجتها لبودرة بلاستيك. تعرف انا عندي من الصنف ده كتير قوي في المخزن. العملية دي فيها مكسب كبير قوي اللي هيرسى عليها بعد. رئيس مجلس الإدارة بيموت في الجلس اللطيف. يعني مشوار صغير منك لو استعرضي فيه أسلحتك الفتاكة يرسى علينا العقل. قلت إيه؟ أوكي كده ما عنديش مانع، بس هتدفع كام؟ 10%. يلا 15. إيه ده؟ حن عليا، ده أنا برضه زي خالي. ما هو عشان أنت زي خالي هاخد 15. باي باي. باي باي. خمستاشر في المية. آه بنت الحرامية. سهير. أهلا زكاة. إزاي الحال؟ الحمد لله كويسة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سهير. ما تقوليش كده، إحنا إخوات. على فكرة يا صفاء. إيه؟ سمير بيه معجب بيكي قوي. قصدي معجب بشغلك. وأنا كمان بشتغل بكل طاقتي. إنجيلي للحق. مش كلها؟ إزاي بقى؟ يعني لسه كمان لازمك شوية لباقة شوية مرونة. مش فاهمة، هو اشتكالك مني في حاجة؟ لا لا أنا بقول كده من عندي. طب وضحي لي. بعدين بعدين هوضحها لك. باي باي. أدخل. أيوة يا فندم. أهلا يا صفاء، تعالي اتفضل. تحت أمرك. اقعد. عايز امليكي جواب. حاضر. ايوه. السيد الاستاذ مدير الشركه الوطنيه للمقاولات، تحيه طيبه وبعد. ايوه يا فندم. وبعدين؟ اوام لحيتي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انتي ولا اللي بيشتغلوا في الاختزال. لا برافو. على العموم انا اصلي كاتب مسوده للجواب، معرفش بقى هتعرفي تقريها ولا لا، لان خطي زي ما واضح كده مش ولا بد. احاول يا فندم. الله، رقيق قوي لون الفستان. في حاجة هنا أنا مش عارفة أقراها. الكلمة دي إيه لو سمحت؟ ها؟ فين؟ هنا هو يا فندم. آه. دي؟ أيوه. الخرسانات. طبعًا مش معقول واحدة رقيقة زيك تعرف تقرا الكلام اللي زي الدبش ده. أنا وعذرك. الجواب ده أكتبه من كام نسخة؟ ثلاث نسخ. وعلى فكرة دي آخر مرة هتكتبي فيه عن مكنة. خلاص يا ستي أنا حرقيكي. من بكره هتيجي واحدة تانية تشتغل تايبست. صفاء، أنا عايز أقربك مني أكتر. عندك مانع؟ أيوة يا فندم، بس أفهم طبيعة العمل. علاقات عامة. هتقابلي العملاء معايا، وأنت بسم الله ما شاء الله مظهرك مشرف. نفس الوظيفة اللي كانت بتشتغلها سهير قبل ما تسيب الشركة. لو تسمح لي يا فندم، هي سابت الشركة ليه؟ ربنا فتح عليها يا ستي. بتشتغل دلوقتي لحسابها. تقدري تقولي بقت منافسه ليا. لعلمك بقى، انا اللي يبدا معايا ابواب النعيم بتتفتح له. طب بعد اذنك يا فندم. اتفضلي. في حاجه مهمه، ان شاء الله بعد الظهر لازم تيجي في مقابله مهمه مع بعض العملاء. اوكي؟ حاضر يا فندم. اتفضلي. حضرتك هتقعد شويه النهارده يا استاذ؟ هستنى شويه كده لغايه لما الزحمه تخف. اي خدمه يا فندم؟ لا متشكر. قول لي يا رب،
عايز مني كام؟ 75 قرش يا فندم. 75 قرش؟ ليه؟ اتنين حاجة ساعة واحد شيء. طب قول لي هو احنا النهاردة كام في الشهر؟ النهاردة إن شاء الله 15 يا فندم. أنت متأكد؟ أيوه طبعا متأكد. ليه؟ خير في حاجة؟ لا بس في ميعاد مهم كنت ناسيه. شكرا. شكرا. عارفة هو اتأخر كده ليه؟ حمادة؟ نعم. سلوى؟ نعم يا ماما. لما يجي بابا قول له ان ماما عندها شغل بعد الظهر وهتتأخر شوية. فاهمين؟ مش عايزة حد فيكم يتشاق. حاضر يا ماما. فين البوسة بتاعتي؟ محدش فيكم يجي ناحية البوتاجاز. حاضر يا ماما. مساء الخير يا صفاء. قاعدة بالك كتير؟ يلا بينا. على فين يا فندم؟ هلا ما انت عارف مش قلت لك النهارده عندنا معارض مع مجموعة من العملاء؟ هما مش هيجوا هنا؟ لا 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 يا صفاء افهم الشغل بقى. احنا نروح لهم. اصل الشغل والاتفاقيات بره جو المكاتب بتبقى احلى واجمل واسهل. بعدين يا صفاء عايزك تصحصحي معايا شوية. ها؟ اتفضل. تحت امرك يا فندم. يلا ماما يلا. بس ايه الهوسه اللي بتعملها دي؟ بلاش دوشة عشان ماما ما تسمعش. يا ماما فين؟ ماما خرجت وقالت ان هي هتتأخر شوية. خرجت؟ ايه اللي معاك يا بابا؟ دي تورتة لأن النهاردة يبقى فات على عيد جوازنا أنا وماما 9 سنين بالظبط. بابا أنت بتحب ماما؟ أصل إحنا يا بابا أنت بتحب ماما؟ دي الأسئلة بتاعتكوا دي. طبعًا بحب ماما. بحب ماما جدًا. بحبها قد ما بحبكم أنتوا الاتنين. ودلوقتي أول لما تيجي ماما هناكل التورتة دي كلنا. ها؟ هم 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 هم. بالليل جميلة جدا بس بالنهار بقى جحيم. صفاء سمعني؟ اه طبعا. طب كنت بقول ايه؟ شفت بقى انك ما كنتيش معايا. كنت بقول القاهرة بالليل جميلة جدا. على فكرة انا سافرت معظم بلاد العالم عمري ما شفت بلد جميلة زي القاهرة. بس اللي يعرف يتمتع بيها. مظبوط يا فندم. انتي سافرتي قبل كده؟ لا ابدا. امال عرفتي ازاي؟ ما هو حضرتك كنت بتقول. مالك يا صفاء؟ انتي مش عاجباك؟ في حاجة مضايقاكي؟
قولي يمكن اقدر اساعدك. لا ابدا ما فيش. شوفي يا صفاء، زي الفرصه ما بتجيش للانسان غير مره واحده، الانسان نفسه ما بيعيش غير مره واحده. الذكي بقى اللي يعرف ازاي يعيش حياته ويتمتع بيها. عشان كده مفيش حاجة في الدنيا تستاهل انك تبقي حزينة ومتضايقة. ابدا، بس يمكن جو الشغل جديد عليا. صدقيني يا صفاء، واحدة في سنك وفي جمالك لازم تعيش حياتها وتتمتع بيها. اوعديني اني دايما اشوفك مبتسمة وفرحانة، ما اشوفش تاني ابدا نظرة الحزن اللي في عينيك. ها؟ توعديني؟ بلا هيتجوزنا انا اسفه. حسدناك ولا ايه؟ مش ممكن اللي كتب الجزء الاولاني من الرسالة هو اللي كتب الجزء التاني. الجزء التاني مكتوب بعدم اهتمام. ارجوك تكتب الجزء التاني مرة تانية وتديله اهتمام شوية. قوليلي لو سمير بيه مزعلك انا اعرف اخد لك حقك منه كويس. ابدا، اصل اتخانقت امبارح في بيت اشرف، رجعت متاخر. طب اعمل ايه؟ عندي شغل. يا ستي انا كنت فاكره في حاجه مهمه. سيبك منه، بكره يتعود وغصب عنه. انا اذنك. تقدر تعتبر موضوع بودرة البلاستيك وانتهي. كلها يومين يفتحوا المظاريف والعطا هيرسى عليك. برافو عليك يا سسكة. لا برافو، تلميذة نجيبة، وده رأيي فيكي من الأول. على فكرة أنا شفتك وأنت سهران امبارح. الله، أنت كنت هناك؟
مش انت اللي معرفني من زمان بالمكان ده؟ عايز اقولك حاجة، صفاء مش سهلة زي ما انت فاكر. قصدك ايه؟ يعني بقول لو كنت بتفكر في حاجة كده ولا كده مش هينفع. صفاء بتحب جوزها قوي. يا سلام، بس كده مش مشكلة، انا اموت في المغامرات الصعبة. ده مش لو استمرت في الشغل. صفاء اتخانقت امبارح مع جوزها عشان رجعت متأخرة. اخص عليه اخص، حد يزعل واحدة بالرئة ديت؟ مش كفاية انه حبسها في ام وقافل عليها طول السنين اللي فاتت؟ مالك يا صفاء؟ شكلك متغير يا ابني. الله، ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه امبارح؟ فين الابتسام؟ لو اقدر كنت رسمتها. انا اسفه يا فندم، اصل في شويه مشاكل في البيت. طب لو ما كانش يبقى فيها مضايقه اقدر اعرف ايه المشاكل دي؟ اقعدي يا صفاء، اقعدي. مش عايزه تتكلمي. اقول لك كده، جوزك زعقلك امبارح عشان اتاخرت بالليل مش كده؟ يا ريته زعقلي، ده مش عايزني اشتغل خالص. ده كلام بيقوله بسعة غضب، مؤكد انه هيتراجع. لا يا فندم، ده مصر. معقوله بقى في راجل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيفكر بالاسلوب ده ولا بالطريقه ديت؟ ما الناس كلها تشتغل، رجاله وستات بيشتغلوا. ده راجل عايز يرجعك لعصر الجواري والحريم وحضر يا السيد، مش كده ولا ايه؟ مع انه عارف قد ايه احنا محتاجين فلوس. وحتى لو مش محتاجين، انت من حقك تشتغلي وتثبتي وجودك زيك زي بالظبط. غلبت فهمه، مش عايز يقتنع. قولي يا صفاء، جوزك ده انسان ناجح في عمله؟ جدا. جدا ازاي؟ مش موظف؟ يبقى اراده بسيط محدود. ايوه، بس ده بيحضر دكتوراه. وبعد الدكتوراه ايه فايده الشهاده متعلقه على الحيط وكم جنيه زياده في مرتبه؟ شوف يا صفاء، انت نجاحك المادي مضايقه، حاسس كده انك هتتفوقي عليه. لا لا لا، انا عمري ما حسسته بكده ابدا. بصرف النظر، دي حاجه جواه. صفاء انا خبرتي بالناس كبيره جدا، السوق علمني اني افهم الشخصيه اللي قدامي بسرعه من مجرد نظره. بس انت ما شفتوش. انا عرفته من كلامك عنه، ده راجل عايش في عصر مات من زمان، عصر انتهى وخلص. سيبك بقى من افكار المتخلفه ديت، احنا دلوقتي عايشين في عصر الفيديوهات، الاطباق الطايره، التكنولوجيا المتقدمه. تعرفي لو حد سمع افكار المتخلفه ديت هيضحكوا عليه. انا اسف اذا كنت بتكلم عنه بالطريقه ديت، انما قلت كده لان انت تهميني. طب والحل ايه؟ الحل ايه؟ لا لا لا، ولا يهمك، سيب الموضوع ده عليا انا. انا هتصل بيه وافهمه انه غلطان. لا لا بلاش كده، هيتخانق معايا ويقول لي ازاي ادخلك في مساله شخصيه. طب انا عندي فكره. ايه؟ ايه رايك نعزمه في سهرة من سهرات شغلنا؟ جايز يفهم طبيعة عملك ويغير رأيه. ايه؟ موافقة؟ موافقة. خير يا صفوت، ايه اللي اخرك النهاردة؟ علشان ما نمتش امبارح. ليه؟ تعبان؟ قاعد بتخانق مع مراته طول الليل، قال يا سيدي عايزين اشتري لها فيديو. طب منين؟ إذا كان المرتب كله 70 جنيه، يعني يا دوب يشتروا لها 10 بطيخات بالتمام والكمال. ولا يهمك منها، كلها يومين وتنسى. فعلا هتنسى.
بس هتشبط في حاجه تانيه. ما هي كمان معذوره، اذا كان التلفزيون طول النهار والليل بيعلن عن ثلاجات، صالونات، اوض نوم وشامبوهات، حاجه تهوز. واعلانات التلفزيون دي لينا ولا الناس تانيين؟ لا طبعا دي موجهه للريف. انتوا هتجننوني؟ تقدروا تقولوا لي بعد الدكتوراه ايه اللي هيقول عليكم غير ان مرتبكم هيبقى 120 جنيه بعد ايه؟ بعد 12 سنه من التخرج. طب وانت بقى ايه الحل في رايك؟ والله ما اعرفش، انا لازم اشوف لي شغلانه تانية. مش هتقدر، لانك ببساطه شديده جدا ما تقدرش تشتغل اي شغلانه تانية غير الشغلانه اللي انت بتشتغلها. انا موافق معاك ان في ظروف واوضاع معقده جدا، لكن مشاكلنا مش هيحلها غير العلم. بالاسلوب العلمي هنقدر نحل كل مشاكلنا. ايوه تليفون علشان انا. ايوه الو. ايوه انا فندم. استاذ سمير. ايوه نعم. اه لا معلش ما افتكرش ان انا حاضر. طيب هحاول. تشيك. من السوق السوداء وهو 68 جنيه بس. انا ما عملتش حاجه غلط، دي امريكا اللي هي امريكا بترمي القمح بتاعها في البحر. البلد بقى حالها نايم خالص من القيود اللي حاطينها على الاستيراد. منهم لله، وقفوا حالنا، مش قادر ادخل بلاطه واحده. يا جماعه مفيش قيود ولا حاجه، ده شيء عادي جدا وكان لازم يحصل من زمان. وكل بلاد العالم عشان تحمي اقتصادها بتنظم عمليه الاستيراد. دي امريكا يا رمزي بيه اللي بترمي القمح في البحر، علت الجمارك على البضاعة الياباني علشان تحمي منتجاتها. الأستاذ باين عليه مثقف، ده قريب قوي هياخد الدكتوراه. المسألة ببساطة يا عطوة بيه إن البلد فيها مصانع والمصانع دي بتنتج، إيه لازمة بقى إن إحنا نستورد نفس المنتجات من بره؟ يا بيه إحنا مالنا ومال الصناعة، المثل بيقول إدي العيش لخبازه. ده كلام مش صحيح، دي إشاعة طلعها الاستعمار عشان البلد تبقى سوق يروج فيها بتاعته. استعمار؟ ده يبقى كلام في السياسة. قفل يا بيه أنا ماليش في المو...
على الله تكون السهرة عجبتك. أوي أوي. إيه والأكل بتاعها؟ مش على فكرة ما أكون زعلت من عطوة بيه. هو راجل دمه خفيف كده ويحب الهزار. اتفضلي. وأنا هزعل ليه يعني؟ اتفضلي. يلا يا اخويا يلا إيه؟ شوف لك شغلانه شريفه تاكل منها عيش. بطل امور الساعه دي. يلا بطل شغل الشحاته ده. عمال يكلمك طول السكه وانت ما كلفتش خاطرك ترد عليه بكلمه واحده. خليتني بنص هدوم يا اخي. ما بتردش عليا ليه؟ والله بقى انا راجل حر. اتكلم وقت ما يعجبني وارفض وقت ما يعجبني. اصحى بقى يا اخي. فوق. انت مش قادر تعرف ان الدنيا اتغيرت. بص حواليك. شوف الناس اللي شقت طريقها وبقوا اصحاب ملايين بعد ما كانوا ما يساووش تعريفه واحده. أنا فاهم كل حاجة كويس. أنا عارف الناس دي شقت طريقها إزاي. بالنصب والاحتيال. عايشين على النهب يوم بيوم ودقيقة بدقيقة. أنت فاكر نفسك إيه؟ مصلح اجتماعي. عايز ترسم الكون على مزاجك. أنت إنسان ما عندكش أي طموح. ياما قلت لك قدم على إجازة. وسافر اشتغل زي بقية خلق الله. رفضت. اتحايلت عليك بدل المرة ألف. نهاجر ونبتدي حياتنا من جديد. حكمت دماغك وقلت لي مش ممكن اسيب البلد. فضلت كاتمه في قلبي وساكته وانا شايفه الناس حالها بيتغير وبيتبدل واحنا زي ما احنا. انت اتغيرتي قوي يا صفاء. انا ما اتغيرتش. انا فقت. انت لو بتحبي ما تقوليش كده. انت عارف كويس اني بحبك. لكن قولي ممكن الحب يخلينا نحقق احلامنا؟ طب ازاي ممكن الحب يخلينا نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ انا تعبت قوي. Thank you.
الو، وكاله زوم للاعلان. صباح الخير، احنا طالبين اعلان عن منتج جديد من الالبان. ايوه موجود في السوق حاليا. ثانيه واحده من فضلك. الو، ايوه يا عطوة بيه، صباح الخير. ثانيه واحده من فضلك. ايوه يا فندم، هبعت لحضرتك كل البيانات عن المنتج ده. شكرا، مع السلامه. ايوه يا عطوة بيه، صباح الخير. ميعادك مع سمير بيه الساعه 12، يناسبك الميعاد ده؟ طب يا فندم حب الله، مع السلامه. صفاء. ايوه سمير بيه. تعالي. حاضر. اسمعي يا صفاء، انت اثبتتي كفاءه عاليه في المده البسيطه اللي قضيتيها معانا هنا، عشان كده انا اخترتك لمأموريه هتسافري فيها بره. ايوه يا فندم، بس المفروض ان انا اللي كنت اسافر، بس انا مشغول شويه، وانا واثق ان انت هتقومي بالمهمه بدل مني وعلى اكمل وجه، ودي هتكون لها مكافاه خاصه بعد ما ترجع بالسلام. قلتي اللي تشوف يا فندم، انا تحت امرك. بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه بحضر الجزء الثاني من الرساله. طب ممكن تفضلي شويه؟ عايزه اتكلم معاك. عايزه تتكلمي معايا فيه؟ انا مضطره اسافر. تسافري فين؟ الاردن. ممكن افهم ايه المناسبه؟ مأموريه تبع الشغل. الشغل؟ اه. انت عارفه ان انا لغايه دلوقتي ماليش فاهم انت بتشتغل ايه بالظبط. ايه تاني؟ ممكن تمديلي بالموافقه؟ مين قالك انها هتمديلي بالموافقه؟ ليه بس؟ دي فرصه كويسه، هاخد من وراها فلوس كتير. قلتلك مش موافق. الله، بتزعق ليه؟ ما هو اسمعي بقى، انت من هنا ورايح لا هتشتغلي ولا هتسافري مع الناس المشهورين دول، انت فاهمه؟ لا مش فاهمه. انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ما كفايه استبداد بقى يا اخي. الكلام اللي بقوله هو اللي هيمشي ومن غير اي مناقشه. اتفضلي بقى سيبيني اشتغل. شغل ايه اللي دافن نفسك فيه من غير اي نتيجه؟ انا عاوز اعيش. مش من حقك تدفني جنبك، ومش هسمح لك تقف في طريق مستقبلي، وهسافر مهما كان الثمن. الثمن غالي وهيكلفك كتير، هيكلفك بيتك واولادك. يعني ايه؟ يعني لو عاوزه تسافري ما ترجعيش البيت ده تاني. طب انا بقى هسافر. انت طالق. السيد ابراهيم ريمون المسافر على طائرة مصر للطيران الى بغداد، رجاء التوجه الى باب الخروج رقم 5 للاهمية. النداء الأخير على طائرة الخطوط الملكية المغربية، الرحلة رقم 256 المتجهة إلى جدة. على حضرة السادة المسافرين رجاء سرعة التوجه إلى باب الخروج رقم 6. May I have your attention please? Final call for departure of Royal Air Morocco flight number 256 leaving for Jeddah. Immediate boarding gate number 6. Thank you and have a nice trip. أيها السادة، وصلت طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الرحلة رقم 712 القادمة من نيويورك وباريس، صالة الوصول رقم 1. Attention please. PIA flight number.
معاد نقرب. مستعد لمناقشة الرسالة؟ إن شاء الله يا فندم. فاضل جزء صغير وبعد كده هبقى تحت أمرك. أنا سمعت من بعض الزملاء إنك ناوي إن شاء الله بعد ما تاخد الدكتوراه تروح تعيش في الوادي الجديد، ده صحيح؟ فعلا يا فندم. بفكر آخد الأولاد ونروح نعيش هناك. ربنا يوفقك. Calling for Mr. Balan. Calling for Mr. Balan, a representative of the United Nations, arriving by Olympic Airways. Can you proceed to the passport office, arrival hall number one? Mr. Balan, the representative of the United Nations. Mr. Balan, United Nations representative, arriving by Olympic Airways from Athens. Please contact with passport office, arrival hall number one. Thank you. اتفضل يا سيدي، ده مفتاح الشقة الجديدة، مبروك. شقتي أنا؟ مش ممكن. ها؟ يعني ما سألتنيش عن المفتاح التاني؟ مش عايز أعرف، كفاية عليا المفاجأة دي. المفتاح التاني مفتاح العربية الجديدة اللي أنا اشتريتها لك واللي واقفة تحت. سمير، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش أي حاجة. تستاهلي أكتر من كده يا صفاء. ما تيجي بقى نتكلم في الشغل. حاضر. قولي لي بقى. عملتي إيه؟ كل اللي قلت لي عليه عملته بالحرف الواحد. برافو. على فكرة. ها؟ في واحد اداني شنطة عشانك وقال لي اسلمها لك يدا بيد. وجبتيها معاكي؟ انا متشكر قوي. مالك يا صفاء؟ في حاجة؟ الولاد. الولاد وحشوني قوي. لا طمني، بكره يجي لغايه عندك ويقول لي خد الولاد، ده راجل متخلف. نفسي اشوفهم ولو من بعيد. حاضر، من عينيا، بكره هخليك تشوفيهم. اسيبك بقى ترتاحي في شقتك، مش هي الهاندباج السودا دي اللي عليها مضربين تنس؟ ايوه. متشكر، متشكر قوي. انت رايح جاهد انت زي المفجوع كده. كام كيلو المانجا يا راجل؟ 3 جنيه. 3 جنيه ليه؟ المانجا دي ليها زبونها اللي يفهمها. بلا يفهمها بلا ماله البرتقال يا ابني. يلا حبيبي يلا يلا مع السلامة زباين آخر زمن. استنوني بره لغايه لما اخلص، واذا ما عجبكش يا سيدي يبقى فيني.
يلا يا ولاد يلا الاكل جاهز. ايه يلا طبختنا ايه؟ شوف يا سيدي دوق وقول لي راي سيادتك. اتفضل هات طبق وريني وانت كمان تاكلي وتقولي لي رايك. ها انا عارفك مفجوعه اصلا. هات الطبق يلا. ايه رايك ايه بقى؟ ابو بكار هاكل صيام جريه. اه انت مستقصدي النهارده ولا ايه؟ حلو قوي قوي يا بابا تسلم ايديك. ميرسي يا حبيبتي. اللي قول لي يا بابا هي ماما مش هترجع بقى؟
منك. ما أنا مش قادرة، ما أنا لو قادرة أفهمك كنت فهمتك. قلت طب أنا بضحك وعارفة بضحك ليه؟ أنت بتضحك على إيه؟ عيني. مش قادرة قومني. عليك مرة وتشكر قوي. اوعى بس اوعى. يا حلوه قوي. اديني تجاره. حاضر بعدين. حاضر كمان شويه. ايه هو في ايه؟ مش حاجه. ايه انت بتعمل ايه؟ مش حاجه. اوعى. مش حاجه. اوعى اوعى. قول لي بس ما تخافيش. اوعى. ما تخافيش. ما تقعدش تمسك فيا كده. ايه اللي عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ هي اللي تدافع عن شرفها تبقى مجنونه؟ نعم شرفها. شرفها يا حبيبتي ده في الكتب والروايات بس. ثم انا مش فاهمه ايه اللي حصل. الراجل ومستظرفي. اخرسي. انا اللي عايزاكي تفهميني ايه اللي بيحصل هنا. عايزاني افهمك ايه اللي بيحصل هنا. هفهمك. احنا بقى يا حبيبتي كوننا جمعية للسلام العالمي. شعارنا الناس كلها تحب بعضيها عشان تصرف امورها. لامتى بقى هتفضلي مستعبطة كده؟ فوقي فوقي واعرفي مصلحتك فين. لحسن يغطي لطولي فوق ولا تحت. Thank you.
مش وقت الحساب دلوقتي. ايمن وصلني تيليكس بخصوص شغل مهم للشركة، فلازم تجهزي نفسك للسفر. تقدري تروحي دلوقتي، بس عدى عليك عشان هديكي الشنطة تسلميها لواحد قريبي هناك، مفهوم؟ ايوه يا بهجت، ركز معايا كويس. عايزك تتصل بشركه طيران اللي سافرت عليها مدام صفاء. في طياره جايه بكره من الاردن، شوف لي اسمها ضمن المسافرين ولا لا. ايوه، ترد عليها بسرعه. مع السلامه. حضرتك جايه منين؟ من الأردن. بالك قد إيه هناك يا فندم؟ أسبوع تقريبا. مش ناوية تتكلمي برضو؟ شوفي يا مدام، المحضر اللي قدامي بيقول انهم مسكوا معاكي 5 كيلو هروين، ايه اقوالك؟ يا فندم صدقني انا فعلا من غير ما تكملي، انا عارف كل اللي هتقوليه، صدقني معرفش حاجة عن الموضوع ده، انا بريئة، كل اللي بيقعد مكانك بيقول نفس الكلام، وفري دموعك، مش هتجيب نتيجة معايا. انا فعلا ما عنديش فكرة، وحياة ولادي ما عندي فكرة. أنا قابلت واحد معرفة سمير بيه، قال لي خد الشنطة دي اديها له، ده كل اللي أعرفه. دي أول مرة تقابليه؟ لا، قابلته مرتين قبل كده. أدخل. الأستاذ سمير سمرود يا فندم. خليه يتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. شكرا. ازيك يا صفاء؟ شد حيلك. سمير ابوس ايدك تفهمني. ها؟ طبعا طبعا. استاذ سمير، ايه معلوماتك عن المتهم؟ الحقيقه مدام صفاء كانت بتشتغل عندي، وهي مثال الاخلاق والاستقامه وكفاءه. المتهمه انكرت صلاتها بالمظبوطات وادعت انها تخصك، ايه رايك؟ اذا كانت قالت كده يبقى ربنا يسامحها،
حواليه يا فندم. صحيح، اتقي الشر من احسنت اليه. اخس سمير، انت اكيد بتحذر مش كده؟ اخس تهريب يا صفاء، مين كان يصدق؟ مش حاسمح لك تقف في طريق مستقبلي، وحسافر مهما كان الثمن.